التجاري. كما تبقى أيضا الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاص هذه الأخيرة. عدم تجديد العقود والإجراءات المتخذة قبل تنصيب الجهات القضائية الجديدة المنصوص عليها في هذا المشروع، ما عدا الاستدعاءات والتكاليف الحضور بغرض تسهيل الإجراءات على المتقاضي، تحويل أصول الأحكام والأوامر وكل الوثائق ذات الصلة الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون إلى الجهات القضائية الجديدة، ويعطي المشروع لرؤساء الجهات القضائية المعينة اختصاص الفصل بموجب أمر في الإشكالات التي قد تطرح عند نقل الملفات والقضايا من الجهات القضائية القديمة إلى الجهات القضائية الجديدة. تصنيف الجهات القضائية المذكورة في هذا المشروع وفقا للمعايير والشروط والكيفية المحددة عن طريق التنظيم، ومن شأن هذا التصنيف تسهيل عملية تسيير هذه الجهات القضائية وتحديد استغلال احتياجاتها من الموارد البشرية بطريقة موضوعية. في الأخير ينص المشروع على إلغاء الأمر 19 صادر في 19 مارس 1997، يعني المتضمن التقسيم القضائي الساري المفعول حاليا. كان هذا محتوى مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي الذي تشرفت بعرضه عليكم، وأغتني بالمناسبة لأشكر السيد رئيس اللجنة القانونية والسيد المقرر ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة على المناقشة البناءة التي تمت بمناسبة عرض مشروع هذا القانون، وأشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. أشكر السيد ممثل الحكومة على هذا التقديم، والكلمة إلى السيد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لتقديم التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة عن مشروع هذا القانون، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيد الرئيس رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، سيد ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام، سيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، زميلات والزملاء في لجنة الشؤون القانونية والحريات، الزميلات والزملاء إطارات وزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان، الزملاء والصحفيين الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعد الله صباحكم بكل خير. أتلو عليكم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي. يندرج مشروع هذا القانون في إطار تكييف المنظومة التشريعية الوطنية. إذن مشاهدي